LBCI، أهلا بكم إلى هذه النشرة التي نستهلها بالعناوين التالية: الانتخابات النيابية، ترشيحات اليوم الأخير. واشنطن تشن الغارة الأولى قرب بغداد وتحذر الأسد من استهداف طائراتها. الدولة الإسلامية تسقط طائرة سورية في الرقة، وفصيل المعارض يهدد بقصف دمشق اليوم. أهلا بكم. عند منتصف ليل اليوم يقفل باب الترشيحات للانتخابات النيابية المفترضة في وزارة الداخلية، حيث عقد اجتماع أمني مركز أقر في خلاله الوزير نهاد المشنوق بصعوبة تقنية إجرائها، طالبا من رؤساء الأجهزة الأمنية والعسكرية رفع تقارير مفصلة خلال أسبوع حول الوضع الأمني واللوجستي المرافق للعملية. ومن وزارة الداخلية ينضم إلينا الزميل مارون نصيف. مارون، يعطيك العافية. يعطيك العافية. نعم، إذا تفضل، أهم يعني أبرز أجواء اليوم الأخير لمهلة تقديم الترشيحات. نعم، بالفعل يمكن الحديث اليوم عن حركة ناشطة في تقديم طلبات الترشيح إلى الانتخابات النيابية منذ أن فتح باب الترشيح لهذا اليوم، بعدما أقفل بالأمس على 289 مرشحا أصبح حتى هذه اللحظة وبحسب مصادر LBCI عدد الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم وصل إلى 391 مرشحا، أي سجل اليوم حوالي أكثر من 100 طلب ترشيح تم تقديمهم هنا في وزارة الداخلية. من بين هؤلاء الطلبات هناك شيء لافت وبارز: جبهة النضال الوطني والحزب التقدم الاشتراكي تقدما بالترشيحات اللازمة للانتخابات، وبقي من الكتل النيابية الأساسية تيار المستقبل. من المتوقع أن يأتي الوكيل القانوني عن تيار المستقبل ويتقدم بحوالي أكثر من 50 ترشيح في كل الدوائر الانتخابية من الشمال وصولا إلى بيروت والبقاع. خلال الساعات المقبلة نحن ننتظر هذا الأمر. هذا بالنسبة لطلبات الترشيح، وهنا لابد من الإشارة أيضا إلى أن أكثر دائرتين سجلت فيها نسبة ترشيحات وطلبات ترشيح عالية هي دائرة المتن الشمالي ودائرة زحلة في والبقاع الأوسط. هذا بالنسبة لطلبات الترشيح. بالنسبة لاجتماع الأمن المركزي ترأسه وزير الداخلية نهاد المشنوق، وكان مخصصا لمعرفة ما إذا كانت الأجهزة الأمنية جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها. وزير الداخلية وبحسب أجواء الاجتماع أكد عدم الجهوزية لإجراء هذه الانتخابات في موعدها. الجيش اللبناني فقط هو الذي أكد جهوزيته لإجراء الانتخابات، بينما الأجهزة الأمنية الأخرى، أمن الدولة، قوى الأمن الداخلي والأمن العام، كانت لهم الآراء مختلفة تشير بغالبيتها إلى عدم جهوزية لإجراء هذه الانتخابات. إذن باب الترشيح هنا في وزارة الداخلية مفتوح حتى الساعة 12 من منتصف هذا اليوم، حيث سيكون هناك مؤتمر صحفي لوزير الداخلية نهاد المشنوق يعلن فيه إقفال باب الترشيح ويعلن الأسماء التي تقدمت بطلبات ترشيحها للانتخابات النيابية. شكرا لك الزميل مارون نصيف على هذه المعلومات. وفي السرايا الحكومية يحضر ملف إقامة مخيمات مؤقتة للنازحين السوريين على طاولة بحث اللجنة الوزارية المكلفة متابعة القضية. الزميلة دلال معوض تطلعنا على ما يدور في الاجتماع مباشرة من هناك. يعطيك العافية دلال. الله يعافيك ديما. ديما، يعني ما زال الاجتماع حتى الآن يعني بين الوزراء الثلاثة، وزير الخارجية، وزير الداخلية، ووزير الشؤون الاجتماعية برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام، منعقد في السراي الحكومي، ولم يصدر أي شيء حتى الآن عن هذا الاجتماع. طبعا الاجتماع يتم التداول فيه بالاستراتيجية الجديدة اللي عم تجرب تطرحها الحكومة بما يخص ملف النازحين السوريين في لبنان، وأحد البنود الأساسية هو
بند إقامة المخيمات الحدودية يعني على الحدود الشمالية والحدود في البقاع يعني بحسب ما قررت الحكومة منذ أسابيع. لكن يعني معلومات للـ LBC من مصادر مطلعة على هذا الموضوع قالت أنه كان في اجتماع في وزارة الداخلية مساء أمس بين ممثلين بين الوزارات الثلاثة والأمن العام أيضا، وتم يعني التداول ببند إقامة المخيمات، وتوصل هذا الاجتماع إلى أنه لا إمكانية إلى إقامة مخيمات عند النقطة الشمالية عند العبودية والعريضة لأسباب لوجستية وأمنية، وإما في نقطة المصنع هناك إمكانية لإقامة يعني مخيم للنازحين ولكن لا يستوعب أكثر من 7000 نازح، ويعني غير محبذ أيضا لأسباب أمنية. طبعا يعني هيدي الخلاصة اللي طلع فيها اجتماع امبارح، سيتم التداول فيها في الاجتماع اليوم. وحسب ما علمنا كمان أنه وزارة الداخلية اقترحت أنه يصير في إعادة تنظيم للمخيمات العشوائية أو المخيمات الغير شرعية يعني كحل لمشكلة يعني النازحين السوريين، وهذا اقتراح أيضا يعني سيطرح على الطاولة اليوم. نعم ديما. نعم شكرا لك الزميلة دلال معوض على هذه المعلومات. ولمخيمات النازحين السوريين في البقاع، زيارة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس الذي جال برفقة مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ألين كلارك، واطلع على وضع النازحين ومشاكلهم إضافة إلى المشاريع الإنمائية التي أنجزت. وكان تأكيد من قبل غوتيريس على أن الأسرة الدولية تقوم بما هو مطلوب منها، لافتا إلى أن العالم بات مدركا لأهمية الاستقرار في لبنان. إقليميا، الحشد الأمريكي لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية بدأ يترجم أرضا، وأولى الضربات الأمريكية الجوية أهداف للتنظيم قرب العاصمة العراقية بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد. مع اتخاذ قرار بتوسيع نطاق الضربات الأمريكية في العراق ضد تنظيم الدولة الإسلامية، شنت القوات الجوية الأمريكية الضربة الجوية الأولى على منطقة صدر اليوسفية بالقرب من بغداد وأصابت هدفا للتنظيم. مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية أفاد بأن مقاتلات أمريكية نفذت غارة بالقرب من بغداد وأخرى بالقرب من سنجار في شمال العراق، وذلك بالتنسيق مع قيادة عمليات بغداد. وقد أدت الغارتان إلى تدمير 6 عربات تابعة للتنظيم بالقرب من سنجار، إضافة إلى موقع قتالي جنوب غرب بغداد كان يستخدم لقصف القوات العراقية. هذا الهجوم الذي يعتبر الأول من نوعه بالقرب من العاصمة العراقية بحسب ما أعلن مسؤولون أمريكيون، وصفه المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية الفريق قاسم عطا بالمهم من أجل تدمير تلك الأهداف والقضاء عليها. هذا وتقع منطقة صدر اليوسفية على بعد 25 كيلومتر من مركز مدينة بغداد، وهي أحد أقرب معاقل تنظيم الدولة الإسلامية إلى العاصمة. القيادة الأمريكية الوسطى أعلنت في بيان أن القوات العسكرية الأمريكية تواصل مهاجمة إرهابيي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق، وهي شنت لهذا الغرض غارتين يومي الأحد والاثنين لدعم القوات العراقية بالقرب من سنجار وجنوب غرب بغداد. وأشارت إلى أن الضربة الجوية الأولى كانت ضمن توسيع نطاق الحملة التي لا تقتصر على حماية عناصرنا والمهمات الإنسانية، بل تشمل ضرب مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية بحسب البيان. وعلى الأثر، طالب رئيس لجنة التحقيق في جرائم الحرب بسوريا باولو بينيرو القوى العالمية التي تستعد لضربة عسكرية ضد مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، طالبها ببذل جهود جادة للحفاظ على أرواح المدنيين وحمايتهم، مشددا في بيان وجهه لمجلس حقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بقوانين الحرب واحترامها، لاسيما مبادئ التمييز والتناسب في الضربات. في غضون ذلك، حذر مسؤول أمريكي كبير من أن القوات الأمريكية ستضرب أنظمة مضادات الطيران السوري في حال استهدف الجيش السوري إحدى طائراتها التي ستشن غارات على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية. تزامنا، يبدأ مجلس النواب الأمريكي اليوم مناقشة مشروع قرار يعطي الرئيس أوباما الموافقة على تسليح وتدريب المعارضة السورية. وكشف أعضاء جمهوريون النقاب عن أن هذا الإجراء الذي صيغ من خلال معطيات قدمها البيت الأبيض
الأبيض من شأنه سرعة إعطاء تفويض يحتاج إليها أوباما لتجهيز وتدريب المعارضين السوريين المعتدلين. ولفت معاونون جمهوريون في مجلس النواب أن التعديل قد يتم الاقتراع عليه بصورة منفصلة الأربعاء قبل التصويت على النص النهائي لمشروع القرار الخاص بالإنفاق. في غضون ذلك انتقد رئيس البرلمان الروسي بشدة ما سماها السياسة الهزلية غير المسؤولة التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها. ونقلت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء عنه قوله في حفل افتتاح دورة الخريف لمجلس النواب الروسي إن السياسة الهزلية غير المسؤولة التي تتبعها الولايات المتحدة وتلك الدول التي تدور في فلكها تدفع العالم إلى هاوية حرب باردة جديدة. أعلن تنظيم داعش إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام السوري حين كانت تشن الثلاثاء غارات على مدينة الرقة الخاضعة لسيطرته. وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإنها المرة الأولى التي يسقط فيها التنظيم المتطرف طائرة تابعة للنظام منذ أن أعلن دولة الخلافة الإسلامية في نهاية حزيران شمال شرق سوريا والعراق. وأشار المرصد إلى أن الطائرة سقطت على منزل قرب مدرسة أبو فراس الحمداني ما تسبب بمقتل وإصابة عدد من المواطنين من عائلة واحدة. هذا ونشر بعض الحسابات التابعة لداعش صورا لهيكل معدني لا يمكن تبين ما إذا كان قبل احتراقه محملا على شاحنة مع إشارة إلى أنه هيكل الطائرة. وفي دمشق أعلن الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام في شريط مصور أعلن بدء عملية عسكرية تستهدف مواقع رئاسية وعسكرية وأمنية في العاصمة اعتبارا من اليوم. نعلن إطلاق المرحلة الثانية من عملية صواريخ الأجناد والتي ستستهدف المنطقة الرئاسية في حي المالكي، المنطقة الأمنية والعسكرية في حي المزه 86، وذلك باستخدام صواريخ الكاتيوشا المصنعة محليا في معامل دفاع الاتحاد الإسلامي لأجناد الشام. وعليه فإننا نهيب بأبنائنا المدنيين الابتعاد عن محيط المناطق المذكورة بدءا من صباح يوم الثلاثاء 16 من أيلول عام 2014. وتشاهدون بعد هذا الفاصل كي لا ننسى صبر وشتيلة. أهلا بكم من جديد. في عين التيني نقل النائب جورج عدوان عن الرئيس نبيه بري أن الأولوية تبقى لانتخاب رئيس للجمهورية. من جهته أعلن عدوان أن تشريع الضرورة ضرورة وأن القوات اللبنانية وتيار المستقبل وحلفائهما مستعدون للذهاب إلى مجلس النواب مجددا أو محددا هذا الوصف بأمور ثلاثة. تشريع بسلسلة الرتب والرواتب أصبح مثلا شغلة، هيدي شغلة ملحة لازم نعملها. قضية الأوروبوند والتشريع بهالموضوع هيدي من الشغلات الملحة ولازم نعملها. قضية انه الموازنة ويلي صلنا مدري كم سنة البلد ماشي بلا موازنة ونحن ناطرين الموازنة اللي تجي من مجلس الوزراء، هيدي من المواضيع يلي بدنا نستعجل مجلس الوزراء، بدنا نستعجل في فريق عم يشتغل على قطع الحساب، بدنا نحيل الموازنة للمجلس النيابي وبدنا نمشي فيها. البطريرك الراعي اختتم جولته الأمريكية عائدا إلى بيروت بلقاء حاشد جمع كل الأطراف السياسية الفاعلة في كليفلاند. أنهى البطريرك الماروني الكاردينال الراعي جولته الأمريكية، أودعهم وصيته بتسجيل أولادهم وعدم التخلي عن الجنسية اللبنانية. أنتم بتعرفوا أنه بلبنان خاصة النظام السياسي قائم على الديموغرافيا، يعني نحن اليوم معتبرين 50-50. الملفات السياسية الداخلية سئل عنها البطريرك الراعي وأجاب في المجالس الخاصة، ولكنه في اللقاء الاحتفالي لم يتطرق إلا إلى عناوين كتأكيده على قوة الحضور المسيحي في لبنان. المطران عبدالله زيدان وباسم الرعاية في المغتربات الأمريكية وجه التحية لسيد بكركي. إذا بكركي بخير مسيحي كلها بخير بالشام. المؤسسة المارونية العالمية للإنماء الشامل وبعد تحضير لسنوات أطلقت من كليفلاند. يعني هي كاريتاس جديدة فينا نقول؟ لا ما لناش كاريتاس جديدة، هذا صندوق دعم
لحتى كل الموارني برا والزوي الإيرادات الحسنة، مش ضروري يكونوا بس موارني، انه يدعموا. ونحن بهالوقت هذا كمان رح نشوف اذا فينا يعني نعمل قد ما فينا نخلق فرص عمل ونعمل مشاريع تنرسخ الناس بأرضهم. البطريرك ترأس قداسا احتفاليا في كنيسة مرمرون في كليفلاند. ما نحن نعاني منه في لبنان والشرق الأوسط هو أن معظم المسؤولين لا يبحثون إلا عن ذواتهم، ولذلك تأتي الحروب والانقسامات والمجاعات وتعطيل حياة شعوب بأسرها، وضحايا تموت بريئة لأن من يتسلم السلطة يتسلط. من كليفلاند، كريستيان شعارة، هدى شديد، LBCI. وفي الذكرى السنوية لمجزرة صبرا وشتيلة، عقدت لجنة كي لا ننسى صبرا وشتيلة مؤتمرا صحفيا في نقابة الصحافة في حضور وفود أجنبية وممثلين عن الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية وإعلاميين حملوا صور الضحايا الذين سقطوا خلال هذه المجزرة. وقد ألقيت للمناسبة كلمات ذكرت بالمجزرة وشددت على أهمية التكاتف من أجل استعادة أرض فلسطين، كما كانت دعوات من أجل استكمال النضال مع الشعب الفلسطيني. شدد كل من وزير الخارجية جبران باسيل ووزير الزراعة أكرم شهيب على أهمية دعم زراعة النبيذ وتصديره، وأشار خلال مؤتمر استضافته جامعة الروح القدس الكاثوليك إلى أن الاهتمام بهذا المنتج مسألة استراتيجية للبنان، وأكد تعاون وزارتيهما في هذا الصدد. إن زيادة استهلاكنا للنبيذ في لبنان والعالم هو فعل إيمان بوطننا وهويتنا، لا بل أقول أكثر من ذلك، إنه فعل مقاومة للحفاظ عليهما في وجه الهجمة التكفيرية التي نتعرض لها، والتي تهدف أولاً إلى إزالة هويتنا المشرقية الثقافية الناصعة. لا يعتقدن أحد أن حزبه يحميه أو طائفته تحميه، لا أحد يحمينا إلا الدولة، الدولة بجيشها ومؤسساتها وقواها الأمنية، الجيش الذي قاتل بشرف في عرسال وغير عرسال هو مؤسسة ضامنة للسلم الأهلي، ويجبنا التوحد لحمايته وحماية قوانا الأمنية ومؤسساتنا الرسمية وعدم إدخالها في التجاذب السياسي. أعلن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان أن الوضع المالي للمؤسسة بات حرجا جدا جراء اعتصام المياومين، بما يهدد باستحالة استمرارية العمل، حيث تبلغ قيمة المتوجبات على المؤسسة لشهر أيلول 143 مليار و200 مليون ليرة لبنانية، فيما أرصدة حسابات المؤسسة المتوفرة في المصارف حتى تاريخه لا تتعدى 72 مليار ليرة لبنانية. وقرر مجلس الإدارة إبلاغ نسخة عن تقرير مديرية الشؤون المالية إلى وزيري الطاقة والمالية ورئيس الحكومة ومجلس الوزراء وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، مع الإشارة إلى العواقب التي قد تنتج في حال عدم قدرة المؤسسة على تحصيل وارداتها ودفع مستحقاتها المالية. ردا على ما جاء في التقرير الذي عرضته LBCI في نشرة الاثنين عن إشكال جل الديب المتعلق بمولدات الكهرباء، أكد السيد يوسف محمود الملاح صاحب إحدى مولدات الكهرباء في المنطقة في بيان أن لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بإزالة التعديات والمخالفات، ذلك أن القرار قد كان نفذ بواسطة البلدية وبمؤازرة القوى الأمنية والمتعهد، موضحا أنه يحرص على الالتزام بالتسعيرة المفروضة من قبل البلدية وقائم مقامية المتن. وتتابعون معنا بعد قليل قيادات الإخوان من قطر إلى تركيا. أهلا بكم من جديد في أخبارنا الإقليمية والدولية. السياسة العراقية تصطدم بالعراقيل من جديد بعدما فشل مرشحا تولي حقيبتي الداخلية والدفاع في الحكومة بالحصول على الأغلبية في تصويت برلماني، ما قد يدفع رئيس البرلمان إلى رفع الجلسة بعد قليل.
نددت قطر بتصريحات لرئيس الحكومة الليبي اتهم فيها الدوحة بالتدخل في الشؤون الليبية، معتبرة أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة. وقد أوضح مساعد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الله الرميحي أن سياسة دولة قطر تقوم على مرتكزات واضحة وثابتة، وهي الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أثناء عودته من زيارة رسمية إلى قطر أن تركيا مستعدة لدرس استقبال قادة من جماعة الأخوان المسلمين الذين حضتهم واشنطن على مغادرة قطر، وستراجع على حدة كل طلب للجوء إليها. أردوغان أضاف أنه إذا كان هناك أي سبب يمنع القادة من المجيء إلى تركيا فإن أنقرة ستقيمه، وإذا لم تكن هناك أي عراقيل فستمنحهم نفس الحقوق مثل كل الآخرين. صادق البرلمان الأوكراني على اتفاق الشراكة التاريخي مع الاتحاد الأوروبي، مكرسا بذلك ابتعاد هذه الجمهورية السوفيتية السابقة عن روسيا، كما اعتمد قانونا يعطي مناطق الشرق الانفصالية الناطقة بالروسية حكما ذاتيا محدودا بموجب اقتراح عرضته الحكومة بهدف إنهاء النزاع في البلاد. من جهة أخرى، وفيما اعتبر رئيس البرلمان الروسي أن تسليم أي أسلحة من دول حلف شمال الأطلسي إلى كييف هو تحريض على ارتكاب جرائم في شرق أوكرانيا، قتل 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون في قصف جديد على دونيتسك. في أفغانستان قتل 3 جنود من قوات الحلف الأطلسي وأصيب 15 آخرون في تفجير انتحاري استهدف موكبا عسكريا لقوات الحلف الأطلسي قرب السفارة الأمريكية في كابول. وهز الانفجار العنيف الذي تبنته حركة طالبان كابول في وقت الازدحام الصباحي على طريق المطار بالقرب من مدخل مجمع السفارة الأمريكية داخل الحي الذي يضم أيضا المحكمة العليا وقاعدة عسكرية وسفارات أخرى. في وقت أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 2500 شخص توفوا جراء فيروس إيبولا، وأنه تم رصد 5000 حالة غرب أفريقيا، يعتزم الرئيس الأمريكي باراك أوباما الإعلان عن إرسال حوالي 3000 عسكري أمريكي إلى غرب أفريقيا للمشاركة في مكافحة إيبولا. وسيتركز انتشار العسكريين في ليبيريا، أحد البلدان 3 الأكثر إصابة بالمرض مع سيراليون وغينيا، على أن يقام مركز قيادي في العاصمة مونروفيا، حيث ستقام مراكز طبية جديدة لمعالجة المصابين وتشكيل تدريب طواقم طبية. انتهت النشرة، شكرا لكم وإلى اللقاء.